كما يعلم الجميع، جيسو حاليا مصابة بفيروس كورونا ولم تشارك اليوم في حفل أوساكا باليابان مع روزي وجيني وليسا. ولكن بالطبع لم تتحمل جيسو حزن البلينك الياباني، ففي الليلة الماضية قامت جيسو بنشر ستوري انستغرام باللغة اليابانية تعبر فيها بخالص الاعتذار لجماهير أوساكا لعدم قدرتها على حضور حفل بلاك بينك الذي كانت تنتظره بشدة. وعبرت جيسو عن مدى خيبة أملها لأنها خلال حدث توقيع المعجبين وعدت البلينك بأنها ستلتقي بهم في اليابان، وقالت: يبدو أنني لن أتمكن من الوفاء بوعدي وهذا يؤلم قلبي. ورغم ذلك طلبت جيسو بكل حب من البلينك دعم الأعضاء الآخرين لأنهم جاءوا إلى اليابان من أجل إعطاء الجمهور أفضل ما لديهم، وطلبت منهم أيضا صنع العديد من الذكريات السعيدة. وإلى جانب تلك الرسالة المؤثرة شاركت جيسو صورة لها من حفل عيد ميلادها في اليابان في عام 2020. وعلى الرغم من أن جيسو حاليا في معركة مع المرض إلا أنها أكدت للجمهور أنها ستعود في أفضل حال. نتمنى لك جيسو الشفاء العاجل. وعلى الرغم من عدم وجود جيسو في حفل بلاك بينك اليوم الأول في أوساكا بالياباني لأن الحفل انتهى بنجاح، ولكن كان هناك مشهد في منتهى الحزن، وفي نفس الوقت أظهر ذلك المشهد مدى حبه واشتياق أعضاء بلاك بينك لجيسو. فأثناء أداء المجموعة لأغنية التالي جاء بارتي جيسو وبدون تفكير وضعت جيني أولا المايك مكانها، ومن ثم انضمت لها ليسا وروزي، وكأن جيسو كانت موجودة معهم وهم يشجعوها على الغناء. وعلى الرغم من أن هذا المشهد كان عاطفي جدا وتسبب في بكاء العديد من البلينك، إلا أنه كان يحمل رسالة مهمة من أعضاء بلاك بينك إلى جيسو، وهي: عليك التعافي بسرعة حتى تعود إلينا في مكانك. أخبرني في التعليقات ما رأيك أنت في تلك الأخبار، ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.